السلام عليكم. دلوقتي لو انا عندي حيطة كبيرة والحيطة دي عايز اعملها في مصنع وتيجي تتركب مع بعض، تيجي ترشق مع بعض، فعندي امر في البريكاست اسمه سبريت. طيب خلينا نروح للاركتكتشر واقول له انا عايز ارسم وول، وابدا ارسم الوول بتاعتي اهي. طيب ما دمت رسمت حيطة وما بنتش وفي عقود تانية ظاهرة، فغالبا هو موضوع الكروب فيو. طيب هعمل سيرك على الحيطة ديت وابدا اخليها استراكشرال بالشكل دوت، واقول له انا عايز اشوفها في 3D. طيب بعد كده هروح للبري كاست واقول له انا عايز بلت، هو يبدا يحمل الفاميلي اللي هو ممكن يحتاجها في تقسيم الحيطه ديت. الموضوع ده كويس جدا بحيث ان انت تبعت بدقه للمصنع الحوادث هتيجي ازاي، وتيجي تتعمل في قلب، تتركب في قلب الموقع، تصنع وتيجي تتركب على طول بالشكل دوت. تمام، هو قسمها في التقسيمة ديت اللي انت شايفها. طيب خليني اعمل سيلكت مثلا من هنا واقول له تاب لحد ما يعمل سيلكت على كله، او اجي هنا واقول له انا عايز اعمل فلتر واقول له الهول دوت انا عايز اعمل له هايت. طيب لما تيجي بقى تيجي تبص كده تلاقي، خلينا نخفي البارتس دوت، تلاقي ان هو بيقولك ان الحيطه دي هتتركب مع الحيطه دي، هتتركب مع الحيطه دي، تروح المصنع المكان بيروح مصنعها لك وتجيبها، يركبوا مع بعض على طول، عاشق ومعشوق كده يعني، يبداوا يركبوا مع بعض زي ما انت شايف. خليني اوريلك اكتر برضو على الواير فريم هتبان بالشكل دوت، فده بيوفر لي وقت كتير جدا بدل ما كنا بنعملها مانوال كان بيطلع فيها اخطاء.